نروح للنادي الاهلي. يعني من كام يوم كده في الكابتن اكرامي طبعا اسطوره حراسه مرمى النادي الاهلي ووحش افريقيا ووالد شريف اكرامي ووالد احمد اكرامي الله يرحمه وحمى رمضان صبحي خرج في برنامج اللعيب اللي بيقدمه يعني صديقي العزيز مهيب عبد الهادي على قناة ام بي سي مصر وقال في تصريحات لبرنامج اللعيب ان يعني رمضان صبحي بيفكر ان هو ممكن يعني يرجع النادي الاهلي واتمنى عودته للنادي الاهلي. فطبعا الكلام ده يعني كلام جديد كلام ما كانش بيتقال قبل كده. وطبعا دي تصريحات كابتن اكرامي عبر برنامج اللعيب. واحنا جماعه عندنا نظام في الـ في الـ في الريمونتادا هنا ان احنا بندي كل برنامج حقه، لازم ننسب اي تصريحات لمصدرها لان ده حقهم علينا كلهم زمايلنا. عمرنا ابدا ما بننسب اي تصريحات الا في المكان بتاعها، دي بالنسبه لنا يعني ده حق الناس علينا. مهم ان طبعا قال الكابتن اكرامي ان يعني ايه ان هو لا يمانع العوده. طبعا التصريحات دي ما عدتش عليا كده يعني، وما عدتش على ناس كتير كده، لان اي حد بيفهم هي 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 اول حاجه هتخش تيجي جوه مخه ان في تويست في القصه. يعني ايه تويست؟ في لفه كده في القصه حصلت. كابتن اكرامي عمره ما هيطلع يقول الكلام ده ابدا كده لوحده. بعد كده وانا بحب اسمع تصريحات كابتن شوبير، راجل طبعا من الاعلاميين المخضرمين، واحب اسمع تصريحاته وتعليقاته على بعض الاخبار. ليه كابتن شوبير بيقول برضو كلام ان ايه، ان طبعا عبر برنامج ملعب اون تايم برضو طبعا في عند اصدقائنا في اون تايم سبورت، يقول لك ان الدائرة المحيطة برمضان صبحي تؤكد ان اللاعب على تم استعداد للعودة للنادي الاهلي. وازيدك من الشعر بيت واقول لك اكيد الولد اتربى في النادي، لعب في النادي، شاف نجوميته في النادي. كلام برضو في تويست. بيراميدز ليه كل الاحترام بس هو افتقد الظهير الجماهيري والاعلامي والمشاركات الافريقية والمشاركات في كاس العالم للاندية، افتقد الكثير ولكن كسب الفلوس، كسب فلوس وهو حقه في الاختيار. الدنيا فيها متغيرات برضه. انا مش بوجه رايي، مش هقوله دلوقتي، في البعض يقول انه اخطا وصغار في السن يرجع ويقدم ما يفيد حبه واحترامه للاهلي، وده خلي بالكوا بقى بالكلام، وده ممكن رمضان يعمله. انا مش وسيط في العودة ولا الرجوع، وممكن يطلع رمضان او حتى ويقول هذا الكلام لأساس لهم الصحة. بقول اللي انا عارفه وواثق منه. ايه رأيكم انتوا في الموضوع ده؟ عايز اعرف رأيكم والله، يا ريتني كانوا جايين كنت اقدر اتكلم معاكم. ابعتوا لي على تويتر، طيب على الريمونتادا، على هاشتاج الريمونتادا، وهعرض يعني اراء حضراتكم. لكن انا رأيي ان الكلام بتاع كابتن اكرامي ما جاش من الهوا، ولا كلام كابتن شوبير جه من الهوا، ده كلام كده ايه متحضر. يعني ايه؟ يعني كابتن اكرامي معنى ان هو يقول الكلام ده يبقى فعلا في نيه رمضان صبحي ان هو عايز يرجع الاهلي، مع احترامي الكبير لبيراميدز طبعا. يعني بيراميدز بره الموضوع، كل يعلم يعني احترامي لاداره بيراميدز. كابتن اكرامي ما يقولش الكلام ده الا ما كابتن اكرامي يبقى فيه فعلا نية عند رمضان ان هو عايز يرجع النادي الاهلي، فان هو راجل قريب منه. ده يعني انتوا عارفين الحما ده الانجليزي بيقول لك عليه ايه؟ يقول لك هيز فادر ان لو، يعني ابوه بالقانون. الحما يقول لك هيز فادر ان لو، الست الحما الست تقول لك هيز ماذر ان لو، يعني امه، تعتبر زي امه في القانون، زي امه، فشخصيه قريبه جدا منه يعني. فان هو يقول الكلام ده معناه ان فعلا الكلام ده فيه نيه. وانتوا عارفين ان كابتن شوبير قريب من اداره الاهلي بحكم الصداقه مع بحكم تاريخه في النادي، وبحكم صداقته مع كابتن محمود الخطيب، بحكم حاجات كتيره يعني، وصداقته مع كل اعضاء مجلس الاداره يعني، فهو قريب من اداره الاهلي. فكابتن شوبير انه يقول الكلام ده
جس نبض، جس نبض للونة اختبار. النادي الاهلي دلوقتي في مرحلة انا بقول لكم ان هو بيجرب ايه ردود فعل الجمهور، بيجرب ايه ردود فعل الجمهور. يعني كابتن النادي الاهلي خد كلام كابتن اكرامي، وهي كابتن شوبير قال رايه، بس كابتن شوبير ده هو بيقول رايه طبعا كراجل ليجند في النادي وكراجل اعلامي، وفي نفس الوقت ده جس نبض من اداره الاهلي، جس نبض من اداره الاهلي. ده معناه ايه بالنسبه لي؟ ده معناه ان انا بقول لكم ان في ترحيب ممكن يكون من الطرفين بعوده رمضان. وتيجي بقى في النص كده في شويه حاجات هتلاقي ناس طالعه لك بتقول لك ان ده مش اول واحد يغلط ويرجع، ده في التاريخ سنه كذا رجع وكلام، وطبعا وكل الساده الصحفيين والساده الاعلاميين بيجتهدوا وبيقولوا كلام. وعجبني جدا خالد طلعت انه اتكلم بالتواريخ وفلان بكذا كذا. خالد طلعت طبعا من الصحفيين المجتهدين المجتهدين جدا، وطبعا قاعد يشتم فيها سنين، بس انا مسامحه يعني ما عنديش مشكله معاه، لكن من الصحفيين المجتهدين اللي بيهتموا بالارقام والابحاث والريسيرش. صحيح صحفي مجتهد جدا الاستاذ خالد طلعت جاب لهم يعني ان مش اول مره تحصل. فكل ده بالنسبه لي في رايي ان الموضوع ممكن يحصل. عايز اعرف راي حضراتكم في الهاشتاج بتاع الريمونتادا، وهعرض راي حضراتكم في نهايه الحلقه كل يعني كل الناس اللي هتشارك معايا في الهاشتاج، ان ده انتوا قابلينه ولا لا. وانا هقول لكم رايي، يعني انا هقول لكم رايي، عايز اعرف رايكم وهقول لكم رايي. اول حاجه في الكوره مفيش مستحيل، انا شفت في الكوره كل حاجه، مفيش حاجه في الكوره ممكن تتخيلوها ما عدتش عليا سواء كلاعب او كمدرب او كمشجع ومتفرج ومتابع. فاوعوا تستغربوا ان اي حاجه في الكوره ممكن تحصل،